انا ريان الحربي في شركه سايفر الامن السبراني، اختبارات الاختراقات وتقييم المخاطر. اخترت التقنيه لانه قاعد الاحظ ان المملكه كانت على الاقل في هذاك الوقت كانت لسه متاخره في المجال التقني. في البدايه دخلت الجامعه كنت ابغى اي تخصص تقني، قلت لي انقبل فيه راح اكمل فيه، انقبلت في هندسه شبكات الحاسب اخر سنه في الجامعه. كنت كذا اتعلم من يوتيوب من جوجل، تطلع لي معلومات متفرقه من دون ما ياخذونك بزي رحله تعليميه من الـ A to Z. كنت اشوف ناس من حولي قاعده تتعرض للاحتيال دائما، فكنت مزعج من هذا الشيء، وكنت قلت بجرب اشوف اذا لي اي تاثير في تقليل هذه الهجمات او ايقافها حتى. فقلت يعني بعد الجامعه ما اتوقع اني راح اكمل اي رحله تعليميه لما اتوظف فتره معينه الا عن جهه واحده كانت معسكر طويق. ففعلا قدمت على معسكر طويق والحمد لله هذا حنا تخرجنا. المعسكر اخذنا برحله تاسيسيه، اعطانا البيسكس الى حتى الادفانس ليفل، وتفاجأنا في قوه المعسكر من ناحيه الفرص الوظيفيه اللي قاعده تجي، لان الناس هذه عارفه معسكر طويق الامن السبراني وش قاعد يطلع، كان فعلا يطلع كفاءات عاليه وكانوا هذا اللي هم يبحثون عنه. شغلي اليومي في شركه سايفر اختبارات الاختراقات على ابلكيشنز خاصه في شركه سايفر او لكلاينتس متعاقدين معاهم، نقيم الثغرات عندهم، نكتب عليها تقارير والحلول مناسبة لإقفال هذه الثغرات. لكن بس تزيد علم إن شاء الله، نهائي إن شاء الله ما راح أوقف في اللي أنا واصل له الحين. أكره أي شيء مجهول في هذا المجال، فبإذن الله بغطي كل هذه المجاهيل إن شاء الله وأتعلم.